السلام عليكم. قصة الوعي، ما هو الوعي؟ عندما نسأل ما هو الوعي، ربما سنجد صعوبة في تحديد هذا المفهوم بشكل دقيق، لكن اتفق الجميع على أن الوعي خاصية من خصائص العقل البشري، ويعد مفهوم الوعي مفهوم مرن تتغير دلالته حسب المجال اللي ينتمي إليه. على سبيل المثال، عندما نأتي إلى علم النفس، يشير هذا المفهوم الوعي إلى معرفة الإنسان لعواطفه، لمشاعره، لكل ميولاته المختلفة واللي يدركها أو إدراكاته الواضحة لدوافعه اللي يتحرك سلوكه. يقابل الوعي بعلم النفس اللاوعي، اللي يعني عند فرويد مجموعة من الرغبات، مجموعة من الغرائز المكبوتة في أعماق النفس البشرية والتي لا يمكن معرفتها بشكل مباشر، لكنها مع ذلك تؤثر في سلوك الإنسان من دون أن يكون واعي بوجودها وتأثيرها. على مجال المعرفة، ما هو الوعي؟ الوعي في مجال المعرفة هو اللي يشير إلى العمليات العقلية اللي يقوم بها الإنسان، مثل التفكير، مثل التذكر، مثل التخيل، مع إدراكه لقيامه بمثل هذه العمليات. طيب، ماذا عن علم البيولوجيا؟ علم البيولوجيا يشير إلى أن الوعي أو الوعي هو عبارة عن قدرة الدماغ على القيام بعمليات عضوية، عصبية، إدراكية، وإدارة الأجهزة المختلفة وتوجيهها. ويقابل هذا الشيء، يقابله فقدان الوعي اللي هو نسميه الغيبوبة. وإذا نبدأ بتاريخ الوعي من البداية، راح نعرف أنه منذ ظهور الإنسان العاقل الهومو سابيان اللي كان موجود قبل 350 ألف سنة تقريبا، مر الوعي بمراحل كبيرة إلى أن وصل إلى نسميها مرحلة الوعي منذ 70 ألف سنة من الآن. منذ 70 ألف سنة بدأ مصطلح ممكن نسميه ثورة الوعي، وهي أخطر ثورة حصلت في تاريخ الجنس البشري، اللي هي باختصار بداية إدراك الإنسان للعالم والكون من حوله. فالإنسان هو الكائن الوحيد تقريبا اللي يملك وعي، على الخلاف من بقية الكائنات الحية اللي تملك وعي لكن بدرجات. الإنسان العاقل وجد نفسه أمام كثير من الظواهر الطبيعية اللي عجز عن أن يجد لها تفسير. وبما أن الدماغ البشري يخشى من الفراغ، عندها بدأ العقل البشري بتفسير هذه الظواهر اللي وجدها تحيط به، تفسير يتماشى مع عقليته اللي لا يملك إلا القليل من الوعي عن هذا العالم. بدأ يفسرها تفسير أسطوري. هنا راح يولد الوعي الأسطوري. هذا الوعي الأسطوري بلغ القمة في تطوره مع بداية الألف الثالث قبل الميلاد، واللي بدأ ينشأ ضمن مفاهيم دينية تتناول قصص الآلهة المتعددة اللي كانوا يعبدوها آنذاك، زيوس وعشتروت وغيرها، اللي كان عندما لا يوجد مطر فيقولون أنه المطرقة مطرقة آثور انسرقت، وعندما تمطر الدنيا يقولون استعاد آثور مطرقته، وهكذا. هاي التصورات الأسطورية بالتحديد عند الشعوب الشرقية هي يمكن أن نحسبها المحاولة الأولى للفكر البشري في تفسير الطبيعة. ومن هاي الأسطورة وبفعل تطور الوعي عند الشعوب القديمة، راح ننتقل من الوعي الأسطوري إلى الوعي الفلسفي. نرى أن الوعي الفلسفي يتمثل في التفكير والتساؤل عن الوجود، عن النفس، عن الخير والشر، عن الحياة والموت. وتجلى هذا الوعي في اليونان بالتحديد مع الفلاسفة الأوائل في القرن السادس قبل الميلاد، اللي كانوا كلهم هم يسألون عن محاولة تفسير هذا العالم، مسألة أصل العالم. كانوا يبحثون عن المبدأ الأول للوجود، اللي بدأ مع الفلاسفة الطبيعيين واللي تكلمت عنهم كلهم في حلقات سابقة، سلسلة حلقات فلسفية. أولهم طاليس اللي قال أنه أصل العالم هو الماء، ثانيهم أنكسيمندر اللي قال أنه أصل العالم هو اللا محدود أو اللا متناهي واللي يسمى الأبيرون، ثالثهم أنكسيمانس اللي قال أنه أصل العالم هي
الهواء، ورابعهم هيراقليطس اللي قال انه اصل العالم هو النار وصراع الاضداد، وغيرهم من الفلاسفه الطبيعيين. بشكل عام الاجابه اللي قدموها الفلاسفه هي او عن تطور الوعي الانسان باليونان بشكل سابق على الحضارات اللي قبلها، تتجلى بانهم فسروا لك العالم من العالم نفسيته. وهنا تظهر العظمه الفلسفيه عند اليونان بشكل عن اللي سبقها. راح تأتينا أهم لحظة في الفلسفة اليونانية، ممكن نسميها لحظة سقراط، حيث أعلى سقراط من مكانة الإنسان بدعوته إلى ضرورة معرفة الذات بمعزل عن أي وساطة، وذلك ضمن العبارة اللي أطلقها أعرف نفسك بنفسك. من هنا بدأ الفكر ينتقل من التفسير المادي إلى التفسير التجريدي، الانتقال من الكون إلى الإنسان، وهذا هو اللي جعل البحث يتجه إلى الإنسان باعتبار الكائن الذي يعود إليه فهم وتفسير العالم. مع ذلك قبل سقراط كان يوجد الفيلسوف السطائي بروتاغورس اللي كان يقول أن الإنسان هو معيار جميع الأشياء، أن الإنسان هو معيار جميع الأشياء، بمعنى أنه الوعي الإنساني فردي ويختلف من فرد إلى فرد آخر، واعتمادا على هذا الوعي راح تتحدد الحقيقة، بالتالي ستكون المعرفة، ستكون الحقيقة مختلفة ونسبية من شخص إلى آخر. يأتينا أفلاطون اللي سيرفض هذا الأمر ويعتبر أنه المحدد للوعي ليس الواقع أبدا، وإنما عالم المثل، هو عالم حقيقي اللي يمنحنا الوعي الحقيقي، أما هذا الواقع اللي نعيش به هو وعي زائف اللي تقدمه إن الحواس. بعد أفلاطون سيأتي أرسطو ويرى أنه لا، هناك عالم حقيقي واحد هو هذا العالم اللي نعيش به، وهو بمادته قديم موجود منذ الأزل، وأنه هناك في المادة نفسها إمكانية للتطور بالانتقال من صورة إلى صورة أرقى أخرى. يقول أرسطو أن كل خروج من القوة إلى الفعل محتاج إلى محرك بالفعل، هذا اللي يحرك العالم بعقله دون أن يتحرك، يقصد به الله المحرك الذي لا يتحرك. أرسطو راح يكون وعي يعتمد على أسس منطقية في بناء المعارف، بعيد عن كل تفسير لاهوتي، تفسير أسطوري، تفسير ميتافيزيقي. بالإجمال ممكن أن نحسب أنه هذه المرحلة اليونانية عن الوعي الفلسفي هي حركة تنوير وتحرر، استهدفت تحرر الإنسان من الأسطورة وركزت على العقل بالمعرفة ومقدرة هذا العقل على فهم العالم. لكن للأسف الشديد راح ننتقل للقرون الوسطى، القرون الوسطى المسيحية، سيتم اعتقال هذا العقل، وذلك بأن أصبح هذا العقل مقيد بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية، بالتالي سيكون الملمح البارز لهذه الفترة هو انحسار دور الفلسفة وضمور الوعي الفلسفي المتنور. لماذا؟ لأن الفلسفة سترتبط باللاهوت، ستكون خادمة لللاهوت، ستكون مرتهنة بالتفكير الديني، كل هم الفلسفة هو قضايا الدين للدفاع عن الدين، سيؤدي ذلك إلى انفصال الوعي الفلسفي عن مشكلات الإنسان والمجتمع. لكن راح تأتينا حركة النهضة بالقرن الثاني عشر اللي عملت هاي الحركة النهضة الأوروبية على محاولة إعادة الوعي الفلسفي إلى مسارة الحقيقي، واللي جلت لك بأهم نقطتين، أولا حركة الإصلاح الديني اللي قادها مارتن لوثر، وثانيا الثورة الكوبرنيكوسية اللي قال أنه كذب لك نظرية مركزية الأرض اللي كانت تتبناها الكنيسة، وأقر بمركزية الشمس كبديل عن مركزية الأرض. بالتالي سيكون هذا الحدث جدا مهم وعبارة عن لحظة فارقة، حيث سيجعل الناس يضعون الحقيقة موضوع النقد. الكنيسة اللي كانت تدعي أنها تمتلك الحقيقة المطلقة أصبحت محط نقد، وهذا سوف يؤدي إلى الإعلان عن مرحلة جديدة هي مرحلة الفلسفة الحديثة التي سوف يقودها ديكارت في بداية القرن السابع عشر. ديكارت مع الفيلسوف ديكارت اللي اتبع منهج رياضي صارم، من أجل ماذا؟ من أجل بلوغ الحقيقة الصحيحة بمعزل عن أي تأثير آخر، بمعزل عن وساطة الكنيسة وبمعزل عن الحواس كذلك. ديكارت هو أول فيلسوف تمكن من إعطاء
تعريف واضح للوعي الفردي بشكل أنه هذا الوعي الفردي مستقل عن كل ما هو خارجي من أمور لاهوتية ومن حواس. يمثل الوعي في نظر الفيلسوف ديكارت الصفة المميزة للإنسان والعنصر الحاسم في تصورات هذا الإنسان لذاته كفرد يمتلك هوية شخصية يسميها الذات المفكرة. هاي الذات المفكرة هي اللي تميز أي إنسان عن إنسان آخر، لأن الوعي هو حقيقة بديهية ندركها من خلال ماذا؟ من خلال الحواس؟ لا. من خلال الكنيسة؟ لا، بل من خلال الحدس العقلي، فلا يمسه الشك أبدا. ديكارت بالبداية كان يشك في كل ما تلقاه من الخارج وسماه وعي زائف، سماها الآراء الخاطئة، سماها غير حقيقية. لماذا؟ لأن هذا الوعي الزائف ليس من بنات الذات، بل هو خارجي معطى من الخارج. وحتى يتخلص من ذلك قام بالعودة إلى لحظة البدء حيث لا شيء سوى العقل، هذا العقل اللي يسميه العقل نور فطري. هنا سيقول ديكارت: إني أشك في جميع الأشياء إلا إني لا أشك إني أشك. بالتالي سيخلص ديكارت إلى حقيقة بديهية هي: أنا أفكر إذن أنا موجود. ديكارت مثل ما ذكرت هو المؤسس الحقيقي للفلسفة الحديثة، أقام قطيعة بين العصور الوسطى وبين الفلسفة الحديثة. كان كل هدفه الرئيسي مثل ما ذكرت أنه أراد إيجاد منهج يتصف باليقين الرياضي من أجل الحقيقة. حسب ديكارت أنه جميع البشر يمتلكون هذا العقل. يقول ديكارت: العقل أعدل قسمة بين البشر، وبالعقل وحده يستطيع هذا الإنسان بناء وعي حول الله، حول ذاته، حول الطبيعة، من دون الحاجة إلى الاعتماد على الحواس. لماذا؟ لأن الحواس تخدعنا وبالتالي تمنحنا وعي زائف وغير حقيقي. بعد ديكارت راح يأتي ديفيد هيوم. بالخلاف من ديكارت سيقول الفيلسوف ديفيد هيوم بشكل واضح أنه بدون الإدراك الحسي يستحيل للإنسان أو للأنا أن يعي ويشعر بذاته. ماذا يعني؟ يعني أنه بزوال الإدراك الحسي سيزول الوعي بالذات، فيختفي الأنا ولا يبقى له أي وجود، حيث لا يمكن أن يعي الأنا بذاته إلا عن طريق الإدراك الحسي. هكذا يقول ديفيد هيوم. هذا الشرط الرئيسي، الإدراك الحسي، هو الوعي بالذات. وبما أنه الإدراك الحسي يزول عند موت الإنسان، فالوعي كله راح يزول بنفس اللحظة، فلا يبقى للأنا أي وجود وسيصبح عدم. هذا التوجه اللي عند ديفيد هيوم راح نجده عند الفيلسوف جون لوك اللي سبق ديفيد هيوم. ولكن يقول ديفيد هيوم رفض أن تكون الذات هي الفاعل الوحيد في عملية الإدراك، فلا يمكن بحسب الفيلسوف جون لوك أن يتشكل وعي بمعزل عن الموضوع، بمعزل عن الواقع. لماذا؟ الفيلسوف جون لوك يقول أن العقل مجرد صفحة بيضاء خالي من أي مبادئ فطرية. إذن المعرفة العقلية حسب جون لوك تتكون من مجموعة من المعطيات التي تنشأ من خلال الواقع أولا ثم الذات ثانيا. الواقع هو اللي يقدم لنا تجارب اللي تتكون فيها الانطباعات الحسية. لماذا؟ لأن الانطباعات الحسية مرتبطة بالموضوعات الخارجية، بعد ذلك يتم نقل هذه الانطباعات على شكل مدركات المن إلى الذهن وتعطينا أفكار بسيطة. طيب ماذا عن الأفكار المعقدة؟ الأفكار المعقدة يقول عنها جون لوك هي يتم تركيبها في الذهن نتاج التأمل الباطني. مثلا يوجد ثور ويوجد طائر، فأنا أقوم بعملية دمج للثنين فأقول ثور مجنح، أخذت الجناح من الطائر ووضعت الثور، وهكذا. جبل من ذهب، لا يوجد جبل من ذهب، يوجد ذهب ويوجد جبل، فهاي الأمور مركبة. لذلك يقول جون لوك لهذه الغرفة الفارغة، يعني يقصد العقل، نافذتان، أولهم الحواس وثانيهم التأمل الباطني. راح يأتي كانت بالقرن 18 هذا الفيلسوف اللي يميز لك بين عالمين، النومين والفينومين. النومين هو الشيء في ذاته الباطن اللي ما نعرف شيء عنه، والفينومين الشيء كما يبدو أنه. ولكي يشكل وعي بهذا العالم الخارجي يجب أن ترتبط المقولات الذهنية
مع الحدوث الحسية، بالتالي راح ينظمها العقل الخالص. هنا راح تتشكل معرفة، وبهذا سيقف كانت موقف توفيقي بين المذهب العقلاني والمذهب التجريبي، عندما يقول الحدوث الحسية بدون مفاهيم عمياء، والمفاهيم بدون حدوث حسية تظل جوفاء. ورغم ذلك كانت يعتقد أن وعينا فقط في المعرفة الظاهرية وليس في المعرفة الباطنية، لأن النومين سنجهله. بعد ذلك يأتي هيجل، فلسفة هيجل أصلا مبنية على صراع الأضداد. الكون هذا بأكمل عد هيجل هو قائم على الصيرورة، والصيرورة مصدرها التناقض. فالقول بالتناقض حسب هيجل يؤدي إلى حقيقة أولية تتمثل بأن الإيمان بأن جميع أشكال الوجود الموجودة، سواء كانت هذه أشكال الوجود مادية أو روحية، تتحرك من الأدنى إلى الأرقى وتتخذ أشكال مختلفة عندما تمر بأطوار متعاقبة. فأي شيء هذا الشيء لا يكون هو نفس، بل يكون هو وضده في نفس الوقت يصارع. يعتقد هيجل أن الوعي بالذات لا يتحقق فقط من انطلاقا من الذات، بل أيضا كما جون لوك يحتاج إلى موضوع، لكن هذا الموضوع هو الآخر البشري المشابه والمختلف في نفس الوقت، اللي يدخل في صراع أبدي من أجل نزع الاعتراف في إطار جذرية سماها جذرية العبد والسيد، اللي من خلالها تستطيع الأنا تشكيل وعي اتجاه ذاتها، كما يستطيع الغير المختلف تشكيل وعي أيضا اتجاه ذاته. فالغير فالآخر فالمختلف أيضا هو مكون رئيسي من أجل الوعي بالذات. لماذا؟ لأنه يلعب دور الوساطة، لأنه حسب هيجل طبيعة الحياة تحتم على الإنسانية التبادل التأثير والتأثر، فلا يمكن لأي كائن بشري مهما كان أن يعلو فوق الصراع. ومن داخل هذا الصراع ومن خلاله راح يشكل وعي الإنسان كوعي بالذات وبالكون. فالوعي أصلا هو وعي بالحياة أولا، ومن خلالها يدرك الإنسان ذاته بإدراكه للآخر. راح يأتي بعد ماركس اللي راح يقلب لك الفلسفة رأسا على عقب، فيجعل الفلسفة تمشي على أقدامها بعد أن كانت تمشي على رأسها. حسب ماركس الوعي إلى ارتباط وطيد وثيق مع الأوضاع الاجتماعية، يعني الصراع الطبقي بين البرجوازية والبروليتاريا الطبقة العاملة. فالناس يدخلون في علاقات إنتاج معينة خارجة عن إرادتهم، وتولد عندهم درجات متنوعة من الوعي. من هذا المنطلق يقول ماركس ليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم، وإنما وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم. يأتي نيتش اللي يحمل المطرقة ويهدم لك كل الفلسفات اللي قبله، ويرى أنه لا توجد هناك حقائق بل توجد فقط تأويلات، ويرى أن الإنسان الجسد يستطيع أن يعيش بمعزل عن الوعي تماما، لأن الإنسان هو من شكل الوعي. كيف؟ عن طريق اللغة، عن طريق تشكيل اللغة. وذلك الإنسان شكل اللغة حتى يحمي نفسه، حتى يحافظ على بقائه. الوعي حسب نيتشه ليس سوى وهم من صنع الإنسان لا أكثر ولا أقل، وهذا الوهم يتغير حسب الظروف الاجتماعية والتاريخية، حسب المراحل التاريخية. يأتي فرويد اللي ينتقد لك كل فلسفات الوعي السابقة، وأوجدت لك قارة جديدة هي اللاوعي، حيث اعتبر أن الحياة الإنسانية أشبه بجبل جليد لا يرى إلا القمة منها، هاي القمة هي الوعي، أما بقية الجبل المغمور في الجليد هو اللاوعي. هذا اللاوعي اللي اخترعه اكتشفه ابتكره فرويد هو جزء هام من شخصية الإنسان، يحتوي لك على جميع الميول، جميع الغرائز، جميع الرغبات والقوة النفسية الباطنية المكبوتة، واللي تحاول أن تظهر وتعبر عن نفسها وأن تظهر بشتى الوسائل. لا ننسى هوسترل فيلسوف الظاهراتية اللي ينتقد فلسفة ديكارت، واللي أخرج الكوجيتو اللي هو أنا أفكر إذا أنا موجود من عزلته، واعتبر أن الوعي ما ينفصل عن العالم أبدا، وأسس بما أسماء الوعي القصدي، فهو وعي عندما أعي. أنا أعي بشيء ما، أنا أفكر، إذا أنا أفكر في شيء ما. قد يكون الوعي هو تخيل، هو تذكر، هو تفكير منطقي، إلا أنه يتجه دائما صوب الشيء المفكر فيه،
بالتالي فإن الوعي عند هوسل بالذات هو انفتاح على الذات من خلال قصدية معينة. الوعي بالعالم هو وعي قصدي بالعالم. يأتي الفيلسوف سارتر الوجودي: الإنسان حسب سارتر يوجد لا شيء في هذا العالم، ثم يشرع هذا الإنسان في اختيار ذاته بكل حرية. ويرى سارتر أنه لا وجود لعوالم غير عالم الإنسان، عالم الذاتية الإنسانية، بمعنى أن الإنسان يكون حاضرا على الدوام في عالم إنساني وليس مغلقا على ذاته. هذا اللي يسميه مذهب إنساني وجودي، وهو مذهب إنساني. لماذا؟ لأنه دائما يذكر الإنسان بأنه لا مشروع سوى، ولأن الإنسان سيتحقق من خلال هذا المشروع بما هو إنسان، ليس بالعودة إلى ذاته، بل بالبحث الدائم عن هدف خارج ذاته، مشروع. يضيف سارتر أنه اكتشاف الغير في عالم الذات هو الأساس اللي يجعل الذات تعي بذاتها. يقول: أنا حين أكون لوحدي أحيا ذاتي ولا أفكر فيها، لكن بمجرد أن أرفع بصري فأرى الآخر ينظر إلي أخجل من نفسي، لأني أصبحت أنظر إلى نفسي بنظرة الآخر إلي. انتهوا الفلاسفة، نأتي إلى العلم ودوره. ماذا يقول العلم عن الوعي؟ علم الأعصاب يقول أن الوعي إدراك حسي ناتج عن مجموعة من العمليات المرتبطة بالحواس، بالجهاز العصبي، وبالدماغ، على اعتبار أن الدماغ أيضا عضو من أعضاء الجسد. ماذا يعني هذا؟ يعني أن قدرة الإنسان على وعي ذاته بذاته مرتبط بالجهاز العصبي، النخاع الشوكي والدماغ. ولولا الجهاز العصبي لما أمكن للإنسان أن يعي بذاته. بالتالي العلم الحديث يستبعد لك الخطابات الفلسفية التأملية اللي تكلمت عنها من بداية المحاضرة لحد الآن حول الوعي. لكن المفاجأة لم تنتهي إلى هنا. سيأتينا نظرية اسمها نظرية العقل المتنبئ. بعد فرويد أظهرت النتائج الآن الحديثة بحوث عن العقل اللاواعي، تقول أن الدماغ يصدر أحكام وقرارات بسرعة تلقائية جدا، ويصنع توقعات بشكل مستمر بخصوص الأحداث المستقبلية. وطبقا لهذه النظرية ينشأ الوعي فقط عندما تفشل توقعات الدماغ اللاواعي في التجسد. يعني اللاواعي هو اللي يصنع هذه التوقعات. يقول أن العمليات الإدراكية العليا الموجودة في القشرة الدماغية يمكن أيضا أن تحدث دون وعي، يعني العقل اللاواعي هو اللي يتحكم بها. مع ذلك يقول أنه توجد مناطق في الدماغ مسؤولة عن المشاعر والدوافع، هي اللي توجه انتباهنا وليس القشرة المخية. تتذكرون أنه فرويد عندما استحدث علاج جديد لما كان يسمى الهستيريا في كتابة تفسير الأحلام، قدم هذا العمل رؤية فضحت لك النفس البشرية عن الدوافع اللي تقودها الطاقة الجنسية، أو نسميها الدوافع الجنسية أو شهوة جنسية. هاي الدوافع اللي يكبحها الإنسان بسبب المجتمع اللي متعود على تقاليد معينة. يتم التنفيس عن هذه الدوافع الجنسية من خلال ماذا؟ حسب فرويد من خلال زلات اللسان، من خلال الأحلام، من خلال الاضطرابات العصبية. هاي الزلات بدورها تثبت لنا ما يسمى، أو مو ما يسمى، تثبت لنا دليل قاطع على وجود العقل اللاواعي. الرأي اللي يقول بأن البشر تحركهم قوة شعورية مظلمة ليس لهم عليها أي سيطرة، أو لديهم عليها سيطرة قليلة أو ربما من عدمه. وفق هذا المفهوم هناك نزعات في العقل الواعي تتصارع مع ماذا؟ تتصارع مع الرغبات الموجودة في العقل اللاواعي. نزعات سرية موجودة في العقل الباطن، في العقل اللاواعي. وهنا راح تأتي المفاجأة. يتصور غالبية الناس الوعي، أو العفو، يتصور غالبية الناس اللاوعي على أنه مكان يشبه الزبالة، نحشر به الأفكار، نحشر به الرغبات، البواعث الغير مريحة اللي نشعر بضيق اتجاهها. لماذا؟ لأننا نريد أن نعتقد أنه العقل الواعي هو اللي يتحكم بأفعالنا. لأننا إذا جاء شخص وأخبرنا أنه العقل الواعي لا يتحكم بأفعالنا، وقتها راح يبدو أنه
نحن لا نملك سيطرة على هذا العالم، لكن حسب العلم الحديث هاي صورة بعيدة تماما عن الصحة. تشير الدراسات الحديثة انه العمليات الواعية واللاواعية لا تعمل بالضبط مع بعضها البعض، فلا منافسة بينها ابدا للهيمنة على عقلنا، ولا هما نطاقان منفصلان مثل ما يقول فرويد في الأنا والأنا الأعلى والهو، تذكروها، بل يوجد عقل واحد فقط عند البشر تتناسج فيه خيوط واعية مع خيوط غير واعية، بمعنى أن العقل الواعي والعقل اللاواعي يعملون سوى في عقل واحد. وحتى أكثر أفكارنا وأفعالنا عقلانية تنتج بشكل رئيسي بشكل لاواعي وتلقائي. هذا نموذج ثوري يسموه العقل التنبؤي، هذا مخالف لكل نظريات فرويد بالصميم، والغريب انه اصبح مقبول على نطاق واسع يسموه العقل التنبؤي. تقول تلك النظريه بان العمليات التلقائيه اللاواعيه تلعب دور مركزي في العقل، وهو عن طريقها يسمح لنا بالتنبؤ بالاحداث بسرعه فائقه ودقه حال ما تنشأ. يعمل التعلم والخبرة والوعي بشكل مستمر على تحسين هاي التوقعات غير الواعية، ولا نلحظ ولا يتدخل العقل الواعي بهذه التوقعات إلا عندما تفشل تلك التوقعات، أي أننا نصبح واعيين بالظروف عندما تستحق اهتمامنا. هاي التلقائية بالعقل اللاواعي راح تمكننا من أن نعمل بكل سلاسة في هذا العالم، فوعينا اللي يتحقق عندما تفشل فقط هاي التوقعات ماذا سيفعل؟ سيمكننا من تجنب مشكلات المعالجة التلقائية، ويمكننا من التكيف مع التغييرات الموجودة في بيئتنا. نضرب مثال بسيط ونختم. أنت حارس مرمى وهناك ضربة جزاء، ولاعب مقابلك سيلقي بكرة عليك ليسجل هدف، وأنت حارس مرمى. العمليات اللاواعية، العقل اللاواعي راح يتنبأ بمسار الكرة المقذوفة إليك، وبالتالي راح يعدل حركة أطرافك تبعا لذلك. هاي كلها بالعقل اللاواعي. طيب ما هو دور العقل الواعي؟ العقل الواعي فقط دور المعالجة، ستبدأ بالعمل عندما الكرة المقذوفة إليك ستتجه فجأة بزاوية 90 درجة. هنا يأتي دور العقل حتى يعمل معالجة عندما تنعطف الكرة بشكل مفاجئ بزاوية قائمة. وشكرا لكم.